احسانكم. اذا خلونا بفقرات يوم جديد، وصلنا الى فقره ضيف حلقتنا لهذا اليوم، واليوم ضيفنا الدكتور المهندس حامد مهدي صالح الصراف. صباح الخير والبركه عليك ونورتنا. الله يخليك، صباح النور عليكم جميعا وعلى قناتكم الكريمه وعلى طاقم برنامجكم الجميل يوم جديد. حياتنا لك دكتور. دكتور، بدايه خلينا نتحدث عن دكتور حامد. لك اهتمامات كثيرة وإضافة إلى اختصاصك في هندسة الميكانيك. طيب، حضرتك كاتب وناشط سياسي وأيضا طبعا بنفس الوقت فنان تشكيلي. كيف يمكن الدمج وكيف رأيت الدمج بين كل هذه المسميات؟ الإبداع بالحياة يتطلب أن يكون عندك تنوع. نعم. وهذا التنوع الحقيقة بجانب ليس فقط المنهجي الدراسي الأكاديمي، وإنما بجوانب حياة الحياة الطبيعية. نعم. يعني تحب الموسيقى، تحب الشعر. نعم. تحب الفن، تحب التذوق، يعني حتى العلاقات الاجتماعية، العلاقات بينك وبين زملائك بها جانب أيضا إبداعي، أن شلون تحافظ على النتورك اللي نسميه إحنا شبكة العلاقات. طيب. اللطيفة، بأن تكون صديق الفنان وصديق الأديب وصديق المبدع وصديق السياسي أيضا طبعا. زين. لأنه هذه الحياة الطبيعية بالحقيقة في بلدنا، وإحنا نشأنا يعني كجيل. إحنا زين. ما ألومكم أنتم جيل الشباب، لا بالعكس والله، يعني أحاول أنه يعني أتواصل وياكم أيضا، بس إحنا نشأنا جيل الخمسينات الأربعينات الخمسينات الستينات لحد الثمانينات قبل الحروب، كان هناك فعلا إبداع بالعراق. نعم، راح نتحدث عن هذا الجيل واللي حضرتك أكيد يعني دا أشوفك يعني تستذكره وما أعرف، لكن كل هذه المسميات اللي ذكرناها دكتور، نعرف إحنا أي اهتمام يحتاج إلى ديمومة واستمرارية. إذا كان اهتمام الاهتمام في الثقافة يعني معناها قراءة كتب، أو اهتمام بالسياسة يعني معناها التواصل مع السياسيين وأيضا متابعة الأخبار السياسية اللي تخص البلد وخارج البلد، وأيضا إذا كان بما يخص الرسم فأكيد يحتاج هذا الأمر إلى الديمومة والاستمرارية في عملية الرسم. لذلك كيف ننظم وقتك لكل هذه الأسماء؟ هو العمل مو قليل، يعني مو خالي من الصعوبة وخالي من أحيانا الضغط النفسي. أنت تجد وظيفتك أو عملك أو مهماتك الوطنية مع هواياتك. إحنا أنا بالنسبة لي الفن والقراءة والكتابة وحتى سماع الموسيقى هواية من الهوايات، لكنه تحولت أثناء وجودي بداية السبعينات يعني كطالب في الإعدادية المركزية في بغداد. كان تسمى المدرسة الثانوية. جميل. مهمة كانت الحقيقة. أساتذة الرسم اهتموا بينا، يعني كانوا يهتمون بالمبدعين، مجرد تخطيط حلو، سكيتش حلو، ثم لوحة، ثم معرض، ثم تنمو هاي الإمكانيات. الحقيقة هو التنسيق والتوقيت الجيد واستثمار الوقت عملية مو سهلة، يعني الحقيقة بعض الشباب يفتقدونها الآن، يعني ما يقدر ينسق جهده ووقته. هو مبدع لكنه عملية التنظيم بالنسبة له صعبة، يعني خصوصا هناك أنا درست طلبة جامعة في جامعة بغداد وأيضا في مجال الهندسة، أشعر بهم يعني الضغط النفسي زائد الظروف. إحنا ننسى الظروف المعاشية اليومية اختلفت، يعني الآن الظروف يعني من الثمانينات من الحرب مع إيران لحد اليوم العراق شهد تقلبات واضطرابات اجتماعية سياسية أمنية اقتصادية أيضا، لذلك حتى اختل التوازن الثقافي التربوي الأكاديمي الإبداعي. يعني هذه كلها مرتبطة الحقيقة هي بالإبداع. الإبداع والثقافة مرتبطة بالاستقرار، استقرار نفسي، الأمني، التربوي. عملية التربية والتعليم أيضا لها تأثير كبير جدا يعني. نعم. طيب دكتور، مثل ما ذكرت حضرتك عشت الثقافة السبعينية في العراق، لذلك رح نتطرق إلى موضوع شلون شفت الفرق ما بين الثقافة في السبعينات وفي الوقت الحاضر، وكثير بي من الأسئلة والتشعبات، لكن أريد أسألك عن أعمالك. أنت عملت في مجموعة كبيرة من الشركات في أوروبا وعشت في هولندا. طيب، بما أنه أنت جولت حول العالم ودول أوروبية، كيف تشوف الثقافة العراقية مقارنة مع الثقافة الأوروبية؟ الثقافة العراقية بارزة أصيلة حقيقة، يعني وأنا أجيب لك أمثلة من الواقع. إحنا في هولندا منذ تقريبا 25 سنة شكلوا الفنانين التشكيليين والمبدعين والمسرحيين
يعني أقول لك إياها حصة كبيرة جدا ساهمت مساهمة بالتنوع الثقافي في هولندا. وطبعا بالإضافة إلى ذلك تجدها في بريطانيا، تجدها في ألمانيا، في أمريكا. فالفنان والمبدع العراقي أصيل، ويعني يستقبل بترحاب من قبل المؤسسات الأوروبية وفي أمريكا وكندا. ليش؟ لأنه سمعة الحضارة والثقافة العراقية في الحقيقة واصلة إلى أبعد بقاع العالم، زائد أنه هو الإبداع العراقي يترك دائما بصمة واضحة في هذه الثقافات. وأنا معايا الآن نموذجين الحقيقة ممكن أو ثلاثة. إحنا في التسعينات يعني واحد من عندهم كتالوج الحقيقة مو كلش جديد تعرض إلى تنقلات، وهذه كتالوج بـ 28 فنان تشكيلي عراقي في هولندا سوى معرض. هذا معرض جماعي يعني، ومعارض الفردية والثنائية والمشتركة مع الفنانين الهولنديين أعداد كبيرة، وبرزوا الفنانين التشكيليين العراقيين ما أريد أذكر أسمائهم حتى ما أنسى البعض ويعتبرها يعني نسيان إله، بس الفنانين التشكيليين العراقيين في هولندا بارزين الحقيقة بصمة واضحة تركوا في هولندا. في هولندا وأيضا إحنا أدنى في لاهاي، مدينة لاهاي، في 2002 أقمنا مهرجان ثقافي عراقي سمي 10 أيام ثقافية عراقية في لاهاي في هولندا. كان إلى تأثير كبير جدا بالساحة الهولندية بكل التنوع، بالمسرح والموسيقى والتاريخ. حتى سوينا احنا جدالية يعني نصب الحرية لجواد سليم في القاعة. أنا مع الأسف ما وجد عندي الفيلم، بس إن شاء الله بالمستقبل أعرضه. ثلث حجم النصب الحقيقي خليناه بقاعة ضخمة، وهذا هذا ترك الاثر الواضح تحدث عن الفنانين التشكيل العراقيين واعمالهم في اوروبا وكيفيه استقبالهم من قبل المؤسسات اللي موجوده في اوروبا وهولندا مثل ما تحدثت، بما انه انت كنت في هولندا. لكن المثقف العراقي وايضا الفنان التشكيل العراقي كيف ترى الاهتمام به من قبل المؤسسات العراقيه؟ ضعيف الآن. شوف خلي يكون أيضا أربط بالكلام اللي قلته أنا بالجملتين الأولى. نعم. هي الثقافة، النتاج الثقافي والإبداعي مرتبط بعملية متكاملة، عملية استقرار أمني سياسي اقتصادي اجتماعي وتطور. يعني التطور هذا هو ينتج التطور. طبعا ناهيك عن أنه هناك إبداعات فردية، يعني هذا العمل المجتمعي، يعني المجتمع من يسير باتجاه الإبداع والثقافة وانتعاش الثقافة. والثقافة طبعا انتعاشها جانبين بيها، جانب كمي وجانب نوعي. يعني هل هي المشكلة اجتماعية إدارية أم المشكلة لا لا سياسية؟ مشكلة تربوية، مشكلة تربوية، مشكلة تعليمية. يعني لا تنسى الآن نسبة عالية تقترب إلى 30% من سكان العراق هم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. طبعا والأمية أيضا بها الجانب الآخر، مو أمية الألفابيت يسموها والألفاء. نعم. الأمية الثقافية، الأمية المعرفة. أكو أميين، أكو أميين حتى باستخدام الوسائل الحديثة بالاتصالات. يعني لكن الأميين موجودين حتى في السبعينات، يعني أنت دائما تتحدث عن الثقافة. الأمية بالسبعينات تقريبا يعني حسب اليونسكو كان صفر بالعراق، وصلت يعني في نهاية السبعينات قبل الحرب. نقول الانتعاش التربوي، الانتعاش أيضا التربوي نسميه إحنا التعليمي، كان واضح. الاجتماعي واضح. هذا الاستقرار والتطور حتى التطور السياسي الاقتصادي ترك آثاره في الإبداع والثقافة. والثقافة هي موضوع الحقيقة، هي خلاصة مهمة جدا لحالة المجتمع بصورة عامة. لذلك الحالة الآن يعني احنا عذر المقاطعة يحشلنا يعني أهلنا أبائنا وأمهاتنا اللي عاشوا فترة السبعينات، خصوصا أنت واكبت الثقافة السبعينية. لذلك شنو سبب التغيير في الثقافة العراقية وانفتاح الناس وتعاملهم مع بعض في فترة السبعينات وهذه اللحظة؟ يعني حتى يحشونا يقولون احنا بالكليات يعني كان التعامل يعني ماكو حواجز ما بين الذكر والأنثى، يعني بغض النظر عن الأمور الدينية وما عدا ذلك، لكن كانت الحياة بسيطة جميلة عفوية. طبعًا. ما بها نقدر نقول ما بها دغش، ما بها غش. لا ما بها طبعًا قليلة. مو فقط في الجامعة، في كل لغة. خليني أقول لك أجيب لك مثال بسيط أيضا. شوف في بغداد وحتى في المحافظات الأخرى، في البصرة منذ الأربعينات يعني تأسست النوادي الاجتماعية، وكان هناك سينما أحيانا، سينما شتوي يسموه والسينما الصيفي.
في بغداد هاي شارع الرشيد وشارع السعدية كلها عوائل، كلها كانت عوائل تروح على السينما، تروح على المسرح، مسارح كانت متنافسة، مسرح الستين كرسي، مسرح الفن الحديث، المسرح القومي، يعني هاي مسارح الآن كانت تجمع الحقيقة في تلك الفترة العوائل تشاهد نتاج فني رائع، مسرحي موسيقي سينمائي، زائد الأعمال التشكيلية كانت تنظم بمعارض سنوية أو ستة أشهر. هذه طبعا الفعاليات الآن ما تجدها بشكل واضح، زائد أنه العوائل حتى النقابات كانت تنظم جلسات ورحلات وأمسيات في عائلية، يعني نقابة المحامين، أنا عضو في نقابة المهندسين، المهندسين كانوا يعني كل خميس يقعدون وطبعا يجتمعون ونشاطات علمية وثقافية، كلها هذه كانت الحياة عامة تشمل كل قد نفتقر دكتور إلى حرية إلى عفوا ثقافة الحرية مثلا بالضبط. ممكن تكون معدومة، لذلك أريد أسألك ما مفهوم يعني الحرية، ثقافة الحرية لحضرتك، وما هي الحرية الفوضوية؟ ممكن إنه إحنا واصلين للحرية الفوضوية مثلاً. الحرية يعني خلي أحكي لك، الحرية بيها بجانب فكري وبيها جانب التزام. نعم، يعني الحرية تتوقف ما أنت يعني مثل ما يقول تبدأ حرية الآخرين، يعني ما أقيد حرية الآخرين بسبب حريتي أو رغبتي بالتمتع بكل ما أريد، يعني هناك ضوابط اجتماعية، هناك أعراف اجتماعية، هناك قوانين تحكم المجتمع وشرائح المجتمع حتى الفرد. بس أنا أريد أقول لك شغلة، كلش أنت ذكرت قضية ارتباط الدين وأنا أضيف لك المذهب في الحرية الفكرية. الآن أنا مثال بسيط، يعني تروح المعارض الكتب ماذا تجد؟ تجد في معظم الحالات كتب أكثرها دينية، أكثرها بها يعني نفس طائفي، نفس طائفي، شحن طائفي ضد الآخرين. هذا لا يتلائم مع حرية الفكر وحرية التعبير والثقافة والإبداع. الثقافة يجب أن تكون ثقافة وطنية إنسانية، ما تكون ثقافة دينية مغلقة مقفلة وثقافة تمثل طائفة معينة ضد طائفة أخرى. هذه أيضا الطائفية اللي شحنوها يعني الأجندات الخارجية الحقيقة أثرت على الثقافة. مع العلم بالكنائس دكتور ما نشوف أكو نفس، يعني مع العلم قد يكون خارج نطاق الدين الإسلامي مثلا، لكن ما نشوف هذا النفس فيه كل حتى الكتب والثقافة المسيحية واللي تصدر عن الكنائس. لذلك يمكن أعتقد أو تعتقد حضرتك دكتور إذا تتجول في شارع المتنبي ممكن أنه يعني تلقى بعض الكتب اللي مرسخ فيها الطائفة أو النفس الطائفي، تلقى كل شيء متواجدة حاليا فيها كل طبعا تلقاها، لا أكيد تلقاها حتى في نفوس بعض الناس. يعني شوف لما فجرت كنيسة النجاة، تذكرت مثال الكنيسة، يعني مثال كلش واضح الآن ليش فجروا الكنيسة. يعني المسلمين يختلفون فيما بينهم بنزعة طائفية مقيتة، يعني يروحون يفجرون كنيسة، ليش هاي الكنيسة؟ هذا هو يعني ما يسمى ببيت الله أحيانا، يعني بيوت الله هي هذه المعابد، فليش يفجروها؟ أنا ما أفهمها. وأثروا على حتى الـ يعني المسيحيين، يعني تواجدهم، بقائهم، استقرارهم في بلدنا. التنوع الديني والثقافي والعرقي في العراق كان موروث تاريخي ما حد قدر يمسه. لما مسوه الآن وخلوا هاي الهجرة والانفلات الأمني، الحقيقة أثر تأثير كبير على استقرار. ليش التنوع؟ شوف أنت كان الشاعر ما تحسبه شاعر إذا من هذه الطائفة أو تلك أو من هذا الدين أو ذلك أو من هاي القومية أو تلك. هذا هو اللي اعتدنا أن نشوفه في بلدنا، لكن مع الأسف الأوضاع الأخيرة أثرت تأثير سلبي على الوطن. طيب دكتور، ما هي مقومات بناء ثقافة مدنية؟ يعني بما أن حضرتك يعني مهندس، أيضا خلينا نحكي على البناء والإعمار وثقافة التقدم بالبلاد وأيضا النهوض بواقع البلاد اللي نقدر نقول عليه للأسف المزري بالوقت الحالي مقارنة مع باقي الدول العربية. أما إذا أردنا أن نقارن مع باقي الدول الأوروبية لا حدث ولا حرج. لذلك هل نفتقر إلى ثقافة البناء؟ ما أريد أقول الموضوع هو هندسي أو معماري أو كذا،
كثير من المبدعين، كثير من المهندسين موجودين العراقيين، ناهيك عن الشركات اللي ممكن انه تدخل للعراق. صحيح. شنو وين المشكله؟ المشكله هي في تغليب تدخل الدين والطائفه في حياه المجتمع المدنيه. يعني انا ما اجيب لك فقط الثقافه، يعني عفوا دكتور، يعني يعني الدين يقول لنا مثلا لا تبني او لا تنهب. لا لا هو لا لا غلبه الدين. شوف الدين، الدين سلاح ذو حدين اذا استخدم. يعني احنا بنقول باسم الدين باقول الحرامين، غطاء الديني، غطاء الدين يستخدم بشكل بشع، يسيء الى الدين ويسيء الى المجتمع من قبل اشخاص طفيليين. نعم. يعني ما لهم علاقه لا بثقافه ولا بمهمات وطنيه ولا حتى بمهمات اجتماعيه، ولا يهمهم المجتمع العراقي ومستقبل الاجيال القادمه. الدين هذا يستخدم لاغراض لمصالحهم الشخصيه فعلا. وخصوصا الجانب المالي، هيمنوا على ثروات البلد باسم الدين، هيمنوا على مرافق الـ يعني او نسميها احنا كل مفاصل الحياه اليوميه العراقيه باسم الدين، والدين براء منهم الحقيقه. الدين احنا نريد نحافظ عليه لقدسيته مو للاساءه. احنا ما نريد نحبط المشاهد اليوم. لا لا ما ابدا. راح نتحدث ايضا على مستقبل العراق ان شاء الله بسواعد الخياره ان شاء الله والمبدعين. لكن الدكتور بما انه تحدثنا عن الابداع وذكرنا الابداع، خلينا نشوف ابداعاتك فيما يخص الفن التشكيلي. كنا زي المخرج عند بعض الاعمال الخاصه بك، خلينا نشوفها. حدثنا دكتور عن هاي اللوحه. هذه من مباني القديمه، يعني هذه انا مسقط راس الكاظميه الحقيقه. كانت هناك اشكال تشوفها امامك، السطح والبيوت والبيوت القديمه والازقه، ازقه الكاظميه يعني، فشكل من اشكال البيوت الشبابيك كانما بيت واحد الكل، كانه يعني بيت واحد بالضبط متداخله. وحتى تطل احيانا الاعمده تطلع جزء من يعني مثلث، جزء من الحائط، لكنه السطح او البالكون او الغرفه او الشناشيل تطل على الشارع على الزقاق فتغطيه يعني. فهاي شكل من الاشكال يعني هو عمل تجريدي الحقيقه، لكنه بتعبير عن عن يعني مثل ما يقولون بيئه نشأنا بها احنا بالطفوله. طيب زي المخرج اللي بعدها اذا ممكن. هذا اللوحة هاي ترابط الحقيقة بين الزوجين إذا كانوا على حب، يعني علاقة رومانسية نسميها، أو رابط العلاقة الرومانسية بين زوج وزوجته أو بين حبيب وحبيبته. طبعا اليوم أيضا نتحدث عن الحب نفس الفكرة الحقيقة قريبة لها، بس إذا يغيرها إلى لوحات أخرى. نعم. يعني كثير من النماذج أنا جايبها هذه نظرة في المستقبل مع الرعب اللي الحقيقة نوجد في فترة الحروب من 1980 لحد الآن. هذا أيضا تشكيل بحرف يعني عربي أو تشكيل عربي حقيقة بحروف يعني متداخلة. هذه احنا نسميها البرق، احيانا يكون في التغييرات، متغيرات في العالم حثت ايضا نتيجه ظواهر طبيعيه يعني يسموها لحظه الانفجار او لحظات الانفجار. جميل. جميل. هذه نفس الشيء ايضا تشكيل، بس يعني تشكيل ابستراكت اللي هو التشكيل التجريدي، مجرد يعني اشبه بقضبان وايضا عالم اخر بعد الحضبان الثلاثة اللي أمامنا. هذه لحظة الانهيار نسميها الحقيقة. أي أو لحظات الانهيار اللي هي تشكل حالة يعني أحيانا إنسانية، بس الإنسان يبقى يحاول أن يبقى مستقر في وضعه الاجتماعي النفسي مع المتغيرات اللي تحيط به. طيب هي اللوحات اكيد راح تبقى تعرض، لكن بما انه انت ذكرت الحب اريد اسالك دكتور، ما هو دور الحب في حياه المفكر والمبدع؟ الحب هو روح الحياه، يعني بدون حب وبدون الفه وبدون حتى التفاؤل، حتى العلاقه الاجتماعيه، الانسان ما يقدر يعيش منعزل وما يقدر يعيش ايضا بعيد عن حياه اجتماعيه طبيعيه. فالإنسان اللي يحب أكيد راح يحب أيضا قبل الناس، وبالتالي هي هذه إشباع نفسي لحاجة الإنسان إلى أن
يكون مستقر من ناحية نفسية من ناحية اجتماعية. طيب دكتور، هل أنت متفائل بمستقبل العراق؟ تحدثني عن مستقبل العراق في الوقت الحاضر، أكيد أنت عندك رؤية خاصة بك، وبصراحة أريد نتحدث عن هذا الموضوع، كيف ترى مستقبل العراق بالوقت الحاضر؟ متفائل ام غير متفائل؟ اول لا العراق انا متفائل طبعا متفائل. طيب بما انه متفائل راح نتحدث عن هذا الوضع، لكن نشوف بعض المنجمين بالوقت الحالي وبعض اللي يسوون نفسهم يقرون المستقبل والعياذ بالله، نشوفهم بالسوشيال ميديا واليوتيوب وغيرها دائما يتكلمون على الانتخابات ويتكلمون من اللي راح يفوز ومن اللي راح يخسر، وللاسف تلاقي مشاهده بمواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها من المواقع الاخرى اللي تخص السوشيال ميديا. واللي قلقني واللي يعني ضوجني واللي خلاني اطرح هذا الموضوع اليوم في برنامج يوم جديد انه دا يتفائلون بالشر للعراق ولمستقبل العراق ولشباب العراق وللانتخابات وما بعد الانتخابات. طيب واللي ايضا يقهرني ان هم عراقيين، انا ما اريد اذكر اسماء واحتمال يعني ممكن راح اضطر اذكر اسماء في برامجنا يعني الخاصه بقناه رشيد، لان للاسف اقول انتم عراقيين اللي هيك تتفاولون على شبابنا وعلى عوائلنا وعلى مستقبل بلادنا. احنا دائما نقول تفائلوا بالخير تجدوه، احنا نشوف العراق الحمد لله والشكر بالوقت الحالي افضل بكثير عن الفترات السابقه، يعني الحمد لله الحمد لله وشكر دكتور، يعني اذا نشوف انه نادرا ما نسمع انه مفخخه، نادرا ما نسمع عبوه، شنو هاي الاغنيه او هذا البيت الشعري نسمعه كل يوم ويتردد على مسامعنا. لذلك شو تشوف مستقبل العراق اولا، وش تقول لهؤلاء اللي يوصلون هاي الرساله؟ جبت يعني مقوله جميله يعني عن التفاؤل، يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه. انا ايضا اضيف التفاؤل الحقيقه هو ميزه مهمه بالحياه، تشحذ الهمم للمستقبل. يعني عملية الفشل أو اليأس هو نسميها إحدى الراحتين، راحة الموت وراحة فقدان الأمل. اليأس الإنسان الطبيعة مجاهد ناضل مكافح من أجل مو فقط البقاء على قيد الحياة وإنما التطور. يعني إحنا وصلنا إلى حالة من التطور التكنولوجي، لو تقارن أنت بالألف سنة الماضية أو 500 سنة الماضية مختلفة من الثورة الصناعية في أوروبا لحد الآن، هناك منجزات كبيرة بالعلم والتكنولوجيا والمعرفة أيضا والتحليل النفسي. إحنا بالنسبة لنا كعراقيين علينا أن نتفائل، لأنه هاي الفترة اللي عشناها رغم مآسيها وكوارث اللي حلت بالعراق، لكنه كانت مفيدة أن فرزت حالة عراقية أن العراق لازم يتوحد بذاته ومع مجتمعه. هذا قدرنا إحنا من زاخ وعلى الفاو، هذا بلدنا. عندنا كثير من المبدعين خارج العراق، يعني شنو السبب لحد الآن ما يقتنعون بالعودة إلى البلد؟ زين جبت هذا المثال، مكملين إن العراقيين يعودون، لابد أن يعودون. باء أن يجد العراقي، أنا عدت بعض السقوط ورحت ورجعت، بس استقريت في بلدي، هذا بلدي يعني أنا أحبه، ورغم أنه أنا عايش يعني تقريبا 40 سنة خارج العراق، بس هذا ما يعني نهائيا أنا بعيد عن بلدي. بالعكس العراقيين كلش يعني حنينين إلى بلدهم، يحبون بلدهم. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، الأجيال القادمة تتعلم من الأجيال الأقدم منها الأكبر منها. اثنين، البلد مو فقير، البلد غني بطاقات البشرية بثرواته بموقعه بشمسه بنهرينه. هذه الحقيقة عوامل مهمة جدا لإنجاح مهمتنا إحنا كمثقفين كسياسيين. أنا بس أريد أضيف شغلة، المثقف يجب أن يأخذ دوره فعلا، الأكاديمي يجب أن يأخذ دوره، لا يخلي دائما الغلبة للسياسي. السياسي ترى أهدافه مو دائما واضحة ودائما سليمة. طيب دكتور، بما أنه ذكرت السياسة والسياسيين، طيب ما هي مقومات بناء دولة مدنية؟ الدولة المدنية تنبني بقوانينها الطبيعية، لأنه ما يتدخلون خارج الحياة المدنية الاجتماعية الطبيعية. إنسان يمشي بالشارع مدني، مو شرط انه لا 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 لابس مدني يعني 100%، بس هو حتى رجل الدين والعسكري وشيخ العشيره يجب ان يحملون عقليه مدنيه. لا شيخ العشيره يمارس سطوته، مع احترامي لهم، سطوته كشيخ عشيره هو مواطن، والمدنيه معناتها ان دوله المواطنه، لذلك يحافظون على دوله المواطنه ودور الفرد في المجتمع. العسكري في تكنته العسكريه يدافع عن البلد،
رجل الدين في مجاله في معبده في الجامع في الكنيسه في الحسينيه ما له علاقه بالحياه المدنيه، هو يمارس الواجبات الدينيه اللي عليه ويخلي الحياه المدنيه تمشي لانه اغلب المجتمع هو مدني. فعلا بالتاكيد. طيب دكتور، انا ما اريد اطل عليك واثقل عليك، بسؤال اخير، الديمقراطيه تبدا من البيت ومن ثم الى المدرسه ومن ثم الى الشارع ومن ثم الى الحكومات، تعتقد انه احنا وصلنا الى مرحله لا باس بها من الديمقراطيه في وضعنا الراهن من الناحيه الثقافيه والسياسه والاجتماعيه وغيرها؟ الديمقراطيه المرحله الثانيه من التربيه المدنيه. يعني انت لما تخلق حاله قاعده واسعه اجتماعيه لتربيه مدنيه حقيقيه، تربيه سلوك يومي مدني، الديمقراطيه راح تجي بموضعها الطبيعي محترمه ومقدرة بعد ما تفهم قوانين الديمقراطية، الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر، ثم تجسيد حقيقي مو فقط يعني يحترم قرار الأغلبية، لا، الديمقراطية الحقيقية هي أن تحترم أيضا الأصوات الأقلية، يعني آراء الأقلية تحترم من قبل الأغلبية. ليش؟ لأنه هاي الأقلية إذا اليوم هي أقلية غدا ستكون ممكن تكون أغلبية. يعني مثل ما نعيش أنا في حالتنا الآن، يعتقدون أنه هذه الطائفة شكل أغلبية، أغلبية طائفية، ما يقولون سياسية وديمقراطية. الديمقراطية الحقيقية هي أنه تحترم كل الآراء. لذلك أنا أبدأ بالتربية بالسلوك اليومي بالمدنية ثم أنتقل إلى الديمقراطية، بس كلها هي تجمعها بودقة الوطنية، ثوابت الوطنية، أن ما أمس انتماء الوطني، يعني أكون مخلص البلدي من ناحية تربوية ومن ناحية ديمقراطية، ومن ثم ثوابت الوطنية تأخذ السحر. إذن أنت متفائل دكتور؟ يعني إن شاء الله حضرنا إن شاء الله. طبعا وأكيد أنا بدوري أيضا متفائل، وبلدنا بخير دكتور بما أنه بأمثالك. شكرا جزيلا، ونتمنى لك الموفقية. تسلم. والنجاح الدائم في كل أعمالك الاجتماعية والثقافية والمدنية وحتى على الصعيد السياسي. شكرا جزيلا. حياتنا لك. طبعا ضيفنا الدكتور المهندس حامد محمد صالح الصراف، نورتنا اليوم بحضورك. شكرا جزيلا. لك نهار سعيد. شكرا جزيلا لكم، شكرا لطاقم البرنامج. شكرا لك. إذن مشاهدينا مستمرين مع فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، وننتقل إلى فيروز. يوم جيد.